ديالهم على خلفيه النضالات ديالنا السلميه من الانزال الوطني بشهر ابريل السنه الماضيه. اليوم وبعد سلسله من المحاكمات السوريه والتاجيلات اللي ما كناش نعرفوا السبب وراء ذلك، اليوم ومن المحكمه الابتدائيه بالرباط يتم النطق على مجموعه من الاساتذه المتابعين الاحكام اللي كانت ما بين السجل الموقوف التنفيذ شهرين، موقوف التنفيذ والغرامات الماليه، الى السجن النافذه في حق الاستاذه نزهه مجدي. فنحن ندين كل هاد الاحكام الجائره اللي تعطات في حق الاساتذه. الاستاذ اللي من المفروض انه تصان الكرامه ديالو، من المفروض انه توفر ليه ظروف ملائمه للاشتغال للحظه لازم يكون في الاقسام ديالو بين احضان التلاميذ ديالو، نرى ان هذا الاستاذ يكرم بعقوبات واحكام جائره في دوله تسمي نفسها دوله الحق والقانون. نحن باسمي وباسم كافه الاساتذه المتابعين وكافه الاساتذه المفروض عليهم التعاقد ومناضلي التنسيقيه الوطنيه للاساتذه المفروض عليهم التعاقد، نقولها بقوه وقولا واحدا، نحن لن نتنازل على كرامتنا اولا وعلى المطلب اللي خرجنا ليه للشارع عن قناعه منا، ونؤمن بعداله المطلب ديالنا. احنا ماشي مجرمين، ما خرجناش نخربوا ولا نخلقوا الفوضى، خرجنا نطالبوا بالحق العادل والمشروع، الحق العادل والمشروع والقضيه اللي هي اسقاط مخطط التعاقد، اسقاط المخطط ديال التعاقد، وكذلك نطالب باسقاط جميع المتابعات القضائيه في حق جميع الاساتذه المتابعين، ونتشبث بالبراءه ديالنا. واذا كان شي تصعيد فراه الدوله تتحمل المسؤوليه ديالو، وهي من اجبرتنا على ذلك، ونحن براء من كل التهم التي نسبت إلينا، تهم كيدية في حق الأستاذ. اليوم الأستاذ يمتثل أمام القاضي كأنه مجرم، وتصدر في حقه تهم كيدية كأنه مجرم. نحن نستنكر كل هذا الأمر، ونخبر الدولة بأن هذه المقاربة القمعية اللي كتنجى في حق الأساتذة راه ما كتخوفناش وما كترهبناش، هذا ماشي حل. الحل هو الحوار الغير المثقف، الحل هو إسقاط مخطط التعاقد. مزيد من الأحكام الجائعة غادي تأزم الوضع، وستجبرنا على تصعيد اللي كنحملوا الدولة المسؤولية الكاملة فيه. وتحية نضالية، وعاش التنسيقية الوطنية للأساتذة المفروض عليهم التعاقد صامدة، ولا عاش من خانها.